شويه تطلع رامي تماس وعلى طول روجير بيحاول السابق تاني على طول محاوله مرور. نادي الريان ضغط بقوه بشكل جميل. ادي على طول من مروان شريف شكله بيلعب برجله كويس وبيثق برجله يرجع ورا تاني على طول قصيره صغيره الى روجير جيتس البرازيلي بين جيسوس وكاسترو ودي ضربه الراس ولكن ادي روجير لاعب البرازيل سيكو فقط 20 سنه فقط على طول اماميه روجير يا عيني يا اشرف لكن راحت وضاعت بسهوله ياخذها تاني نادي الريان روجير جيتس اسامه الطيري يا ولد يا اسامه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني بالاهداف الثلاثه هذا الموسم مع نادي الريان ودي الامر ضربه ركنيه الى عبد كالي حلوه مرفوعه حلوه قوي مئويه درجه جميله ومثاليه ادي على طول تروح لروجير لعيب راقي على طول الى روجير تم فيه في اخر مباريات الجوله رقم 10 لدوري نجوم اكسبو افكركم ان فكره التدريب بتفاصيلها سرعه هو ده الكلام روجير 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 ولكن 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 ومعظم دول امريكا الجنوبيه مطلوبه منها مش تطلب وخلاص رامي التماس بن شرقي حطه في نص الملعب تاني من جديد روجير كابتن منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي فرصه تاني فرصه تاني فرصه تاني يا عيني يا عيني يا عيني لعب الاهلي بالعشره ففاز الريان وقدم يسجل الهدف التاني في باص جميل الزاويه القريبه تتحسب عليه جدا ملتزم ومنضبط جدا يا عيني على الباص الجميل جدا ومش اوفسايد بن شرقي تاني بن شرقي تاني والتالت يطلع المدافع دانييلو المدافع الكولومبي خالد بن سبعكه اللي هدف الشمال خالد واسرع ادي الكره العرضيه جميله 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 الله 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 عظمه على عظمه ولتاني مره نادي الريان انا ما اعتقد فرصه تاني من جديد الخال مينديز لعيب كويس قوي 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 انطلاقه تاني من جديد روجير روجير ولكن على طول الانقاذ نعم روجير روجير ضغط عليه الى مينديز الى روجير اثنين برازيليين بسام يا عيني يا بسام يا عيني يا بسام يا ولد لا 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 استلام